عليك خمسة رعاية يسير ولا يسوق ولي رعاية كأهل قطاع ضعف يده يهدد الكرة خاصية مدينة أولا تنشيف رحمة اليابي ما زادت الصدمات المناخية جدا عليها ولكذا على قطاع سلاسل الإنتاج وعلى القروي ولكن هذا القطاع هو صنوع بفضل عمل جبار ديال النساء والرجال ديال العالم القروي وديال الفلاحة والمهنيين وطبعا دعم الدولة دعم الحكومة سبيقا بالنسبة للعارضين كذلك 12 جائزة بالنسبة الاستغلاليات الفلاحية واللي كنشجعوا بها الفلاحة على الصعيد الوطني وهذا الشيء كيخلق واحد التحفيز كيخلق واحد الرواج وكيخلق واحد يعني الجو اللي كي المنتجين والناس اللي عاملين هنا كيشوفوا بان كاين واحد الاهتمام كبير هذا الاهتمام اللي كيجي في اطار الرؤيه ديال جلاله الملك حفظه الله والعطف ديالو على هذا يعني القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم بالحرش ياسين متوج في المعرض الدولي للفلاحه بمكناس كاحسن وحده انتاجيه للخضار للخضار بمنطقه ديال بالجهه ديال سوس ديال جوس مسا صراحه هذا التتويج هو تتويج للفلاحه ديال الجهه بصفه عامه وتتويج ديال الفلاحه ديال المنطقه ديال شتوكايت خاصه والمنضوين تحت لواء ديال الجمعيه ديال شتوكايت المنتجين الفلاحيين رغم الظروف المناخيه والتغيرات التغيرات ديال المناخ والجفاف الحمد لله الفلاحه ديال المنطقه ديال شتوكايت استطاعوا انهم يخدموا هذه السنه وينتجوا وحققوا واحد الانتاج اللي هو وفير ويساهموا في السياده الغذائيه ديال ديال ديال, ديال البلاد. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا فلاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.